حتى لو كان نهار يخدم نهار. اسمع ساعة يخدمش نهار واحد باش يلمهم يحسن الوضعية نتاعي حسن المسبة نتاعنا والطريق والمية في الصيف نظل لهبين بالعطش ضعف نخرجوا في الساعتين تاع الليل ونحنا قايلين فاكر عنها هذيك تو تتعدى على وتشوف ما تقص علينا الماء ضعف اي حاجه هذوما يعني الطريق والماء والمساك شغل خاصه شغل والماء فريده الشباب مساكين تهمش حتى من الماء 10 ايام حاضره باش ما تعمل حتى شيء راه قر وباش يقص وما نحاز عليه تو هم خدمين هم شو يعني باش يخدم 8 ايام باركه 8 ايام باركه باش يخدم وتو تنجم هاي عشرة يوم معنا تفضل ما يعني شو الحلم المية كيفاش في الديار كيفاش ومن بعد هذيك هذيك عدا عين المكير هاي للمكير خاطر واحد ما باش ننجو اش كان المراشد اش كان المعتمد مطفين المية كيفاش خصك فيها ها شوف كيفاش احنا نحن تو هذيا ديار سكنين تشوفها تو تدخل وتشوف هذيا الدار نتاع عينيا تدخل وتشوف المية كيفاش شوف الماء شوفت كيفيه اغسل الماء باش ما نكذب على كل حاجه شوف كيفيه الضوء ضال الضوء كي تصب المطر قص علي مناش يطبطو بلوك المنقع شوف الحاله كيفيه ها شفت الحاله كيفيه راح جابها ها اجي شوف بعيني كان يوقفني عايشوني اجي شوف من هنا وصلت لها وصلت لها ما وصلتلهاش ما نجمت اخي قبل جوع هاك نتاع الممدمجه مدوا زوز ملاي شري العمده خذيه منهم خذيه منهم 200 هما دنا زوز ملاي خذيه من المقاو قبل المقايد خذيه 100 هذا ال 100 خذاه كي جا لها مدوا لنا الفلوس خذيه ال 200 يعني باش كان نزيد نكمل بهم حيل اجي جي طب. الكوخ هذاك عندي ولاد معيق ما يسمعش الولاد عندي ولاد معيق في العود اللي عطوها اللي عانك نتاع 70000 مو مسكين معيق حتى لو كنت يمشي يخدم في واحد في شركه ولا حاجه ما يسمعش يقول لك ما ادري صحيح ها هو انا كيفاش ها هو انا كيفاش عمل وقت وصل لك فكاك ها هو قاعد ربنا ما تقتنع كي انت واحد لا الاخير من واحد الدخان ساعة ساعة باش تبتي لنا في الليل ريحة الدخان هاو طيبوا فيه وناكلوا فيه شوفاتهم ها ها هيك البيت النور هذا ما يسمعش هذا عمره 30 سنه ما يسمعش مش كتبي لي الواحد كل ما لم نتلفت له لم نعتحت وعنده الاوراق نتاعها في جاب ولم نتلفت مشيت للمعتمد مشيت لك المراشد يعني ما فهم حتى شيء لم نتلفت له لم نعتحت كشكل الخدمه واش عطول والبدايه من اليوم راه ها يعني 80 ها سيد الرئيس فرش هذا 10 سنين هذا دابا في الجاب نمشي للمعتمد نشكي نشكي قلت له اعطيني خدمة انا شباب مفكر باش حاجة فهمت هذا شيء اما ثم ربي الحمد لله تحبش مورد رزق خدمة تحبش مورد رزق وانا عندك صنعة في يدك تحبش تاخذ قرض ما سمعتش لا تحب تاخذ قرض ان شاء الله كان عطورة ثورة شنو تعمل شنو المشروع باش تعمل قال لك واش تعمل كي نعطيك واش تعمل بي؟ نعمل خدمة نشري حاجات ولا نعمل حانوت ولا حاجة أخرى هذاك فهمت السيد الرئيس دايما نشكي
دائما نمشي للمطعم تاع الدراهم كله. هذا سيده حجبت له ورقه هكا قلت له عطينا خدمه وعطينا مشروع هو نخدم بدال مع شكل مخبط نمشي على روحي فهمتني قلت له تحطني في خدمه احنا دائما نخدم باش نعيش بها باش نخدم كل شيء تو قدام الصحه عاش كلمك ما عاش الدور بيك نبعد عليك ما فماش خدمه عطينا مشروع مشيت جبت واحد يكتب تكلم بفم وعملت له مطلب حطيت فيها هذايا وبطاقة تعريف ودفعتها توعد شهر هو قال جا جيب لي وراك كتبت له المطلب الزيتون توعدوا شهر البارح فعد دراهم طلعت دخلت للبيرو ما فماش ما فماش قالوا في وجه دوب كيفاش تحبوني نعمل اصبر شوي يا شباب موارد الرزق باش يعطيو مع بعضهم 3000 واحد اصبر شوي نسيب الفلوس باش ينجموا يعطوا للعباد الفلوس تاعهم يا شباب هو ميزانيه جديده تاع الدوله ما تحل كان في مارس عمر 3 سنين عمر 3 سنين فكر في برشا حاجه باش نعيش هاي هي دار هذيك البيت انا ولد قاعد نطيش ومغطى هذا عندي 5 صغار خريفهم كله بهم بطالة هو يخدم في 10 أيام وقاعد عندي 5 صغار واحدة في تونس واحد في جندوبة واحد في البار شفت النار ضي نطيب فيه ما عنديش الغاز ها ضي نطيب فيه النار ما عنديش الغاز ها ما عنديش دبس الغاز باش نشرب ما عنديش الشاي ما عندي لا عندي حتى شاي ما عندي شاي ما عندي هاني فلن طيب نطيب سام هذيك هي طيب سام ما عندي شاي ضرب 800 900 فرق تعاني في الفرق مهمش من الاستعمار هذا ثم 3 دواور على الشريط هذا على البيس هذا ثم 3 دواور في الجبل يمشي في 12 كيلومتر على رجليه من ارض كيف العين دراهم قديش من المراه ولدت في 8 وما تسير توا اعطاك الورقه هذه 8 ايام في الشهر وماهيش ديما 5 ايام في الشهر سامحني الخمس ايام هذا ماهيش كي ما هي ماهوش ديما يجي لك العرض هي ارض كيف فيها قرابه فوق ال 200 كلها بطاله كلها بطاله ويعطيك عرض الناس يخدموا في الغزاله سامحني ويعطيك عرض شغل 30 بشر بالله شكون باش خدم وخمس ايام شكاين يجري انا ما يسمعنا حتى بشر مشكل في الكياس التريق بالنسبه حشتنا بالتريق نحن معزوله تماما عندك خاصه الدوار الحويزيه هذا يبعد 12 كيلومتر والمويسي والبلادي يبعدوا 12 كيلومتر على عندنا يمشوا فيه الليل وتور يعني 24 كيلومتر ذاك العجان المجاني هذاك باش تعدي بلاش هذه بالنسبه ارض كيف مباعه وخمير هذه ريت هذه خمير قريت التاريخ هذه ولا ارض كيف خمير خمير هذه اللي نفعت على الاستعمار باش خرجت على الحدود ولا تعديس خمير حمام بورقيب وخمير عند راهم خمير اما هذه ارض كيف اللي دفعت دمها ودفعت الشهداء هذه الام هذه خمير هذه منبع سامحني حبيبي شوف سيد الرئيس شوف اللي تخرجوا ثم اللي ما وصلش اللي بعت عليه امه والعظام والدجاج ولا غير موصلش ظروف وتو قاعده بطال 100% تو بطال عندنا في ارض الكيف كامله 800 واحد عندنا 2 واحد استاذ وواحد على اساس مدرسه بس دخلني تعرف تو فرحين ما يجينا شيء الحمد لله زرتوني الحمد لله وما عشناش فينا هذا من بحيرة
سيد الرئيس مرحبا مرحبا بك 50 سنه سيد الرئيس مرحبا بك بعد 50 سنه هذه مرحبا بك سيد الرئيس بعد 50 سنه وصلنا سيد الرئيس شرفوا بيش احنا نعتزوا بيك يا سيد الرئيس سيد الرئيس هكا الديار هذوك اللي تشوف فيهم هذوك الحيوط المبنيين ما بنتهاش جدودنا بنتها شبابنا نمشوا للصحر نمشوا للساحل نمشوا للمستير نمشوا للنابل نمشوا للحمامات باش سمعتني ولا لا ننقضوا في رواحنا من ابوانا كنا نسكنوا تحت الاكواخ البو والاخت والخو والام والكلب والبقره والكل نسكنوا تحت الاكواخ هكا الديار هذوك رانا بنيناهم بعرق جبيننا راو بعد 50 سنة خرجنا من الاستقلال الفرنسي مارينا شيء خرجنا من الاستعمار الثاني من الاستعمار الثالث رانا مارينا شيء في البلاد البطالة راهي هضمتنا أولادنا راهي فوقها راه حال راهي رانا أنا أولادي أولاد أولاد المنطقة الكل من العين سعيدة الغرديما والحدود الحدود كلها في مأزق وكلها اللي مليح يخدم في الحظاير نخدموا تحت الحظاير تو 25 سنه ما فماش تحت 20 سنه ما فماش ترسيد سيد الرئيس حاجه واحده طالبين احنا في البلاد هذه ما طالبين شيء عندنا لهنا 10,000 تقريبا ساكن لا عندنا استعجالي لا عندنا لي سي باك اولادنا سيد الرئيس لهنا تطلع 6 كيران من هنا العين درا يعني ثم الزوالي ما عندوش كل يوم باش يعطي لثلاثة صغار 3,000 باش ياخذ بهم كسكروت ويبقى للشر ويبقى للبرد في عين دراهم سيد الرئيس شوفوا لنا حل في حمام بورقيبه وما عشناش احنا باكل تجينا المعونات وما حشناش بها المقرونه برك الله فيها هم قاعدين بيجيبون نحبوا حاجه ناكلوا منها الخبز نحبوا كرامتنا احنا ثوره عملناها على الكرامه نحبوا كرامه نحبوا خدمه نحبوا استثمار في بلادنا ما نحبوش انسانه تولد في وسط الجبل سيد الرئيس واحدة ولدها يحيى ولدها يموت خاطر في وسط الجبل نحبوا استعجالي نحبوا لي سيباك نحبوا بلادنا تحيا كان الاسم حمام بورقيبة عمل لنا كان الاسم ويرحم والديك سيد الرئيس الخفاف موجود في خمير وتستفيد به جهة أخرى وما عمل الدخان هذا من اثنين هذا يكفوا الواحد يحكي بالواحد يحكي بالواحد المنطقة ذي ما خذتش استقلالها تونس كاملة خذت استقلال أما ذي ما زلت في استعمار المنطقة ذي ما زلت في استعمار تونس كاملة خذت استقلال إلا المنطقة ذي ما خذتش استقلالها قاعدة في استعمار نحن ما حشتناش بالمقرونة واللبس لبسني اليوم وغدوة نصب عريين شبعني الليلة وغدوة نصب عجيان ليلة ذي ما حشتناش بها أعطونا الخدمة نحبوا بعرق جبينة نحب نتعب نحب نروح لدارنا فرحان لأني كنت نخدم هزيت مهز 10,000 لأني كنت نخدم مني جايتني حاجه صدق ومروح بها نجري كيلو مقرونه ولا زاوره وحد نخدم بعرقش بيني عمري 29 سنه ما عندي حال شيء بالواحد بالواحد خلينا انا خدمني اي وكتجيب لي انت بتجيب المقرونه ما حشتش بها المقرونه نعرف نعرف يرحم والدي من البثانه نعرف اما انا خدمني تبدا عندي فلوس نلقى الفرقه عشان كلمات نجيب على ساق ما ثمش ترانسفور نجيب على ساق خاطر الفلوس في جيبي سيد الرئيس ما حيش نتكلم اول حاجه سيد الرئيس حل شويه شحونا حل شويه المتكلم على كل شيء بالواحد انا سيد الرئيس اول حاجه أول حاجة تتصلح لنا الطرقات باش أولادنا يرجعوا يقروا. ثاني حاجة عندنا لسي كان يقري للخامس ثانوي معناها من بعد هو كلاج أصله كان يقري للخامس ثانوي وبعد ما عادش يقري حاجتنا بليسي يقري للبكالوريا. فهمتني باش على الأقل أقل مصاريف شوف واحد يبعث صغير ويدفع لابونمون وإلا يبعث للإنترنا يضيع معناها ويخلص عليه منحة كاملة فهمتني وماذا بيتنا صغارنا تقرب جنبنا باش نعتنوا بهم وإن شاء الله ينجحوا. فهمتني هذه من أهم الأحوال. ثالث حاجة نحن البلاصة دي تشوفها تعبة راهي ثم بلايس أتعب منها كون مؤكد راهي ثم بلايس أتعب منها من زيت القدام أتعب منها برشا فهمتني وهالي عانات اللي جت راهي ما عندها ما تنفع اليوم تحييني غدوة نرجع كالعادة ثاني حاجة ماذا بيدنا تحركنا البلاد بالجو مستثمرين في نفس الوقت معناها تو نحن مطار عندنا في تبرقة ما يخدمش معناها غدوة تهيئ المطار وتهيئ البرت يجي المستثمر يخدم في حمام برقيبة وتولي الناس تخدم ولا باس أنا واحد من الناس معناها كنت نخدم في صفاقس وقابس ومشيت للجزائر وتواني أون شوماج على خاطر على شركتي ونخدم في أكبر شركة تاع بترول ما ثماش معناها وكان جا عندي شغل لهنا ما نمشيش لبلاصة أخرى هكا ولا هاني أكبر شركة تاع بترول وما ثماش خدمة ماذا بيتنا تتحرك الدنيا كل في تونس كاملة ماذا بيتنا الناس كل بخير أما نحن لهنا راهو تعبين إذا كان واحد باش يجي فرنك راهو مشى لبلاصة أخرى
واضح باش يفضل 100 طرف لعائلته. قعدوا بثمانية شهور بتسعة شهور في الحمامات طالبين الشغل باش نجيبوا تهيئة الانفراستركتير بكلها يحاول لها. اسمعني اسمعني توا انا نكذب عليكم اذا كنقول لكم غدوه باش تتحل المشاكل، راه ما ثمش، راه عصا سحريه ما ثمش، احنا انا الشيء اللي نوعدكم به انه توا الاجراءات العاجله نتاع العائلات اللي شفتها الفقر اللي هو يحشم تونس، هذاك نحاولوا نلقاو له حلول سريعه. وفيما يخص حكايه على الامد المتوسط والطويل، رانا نخدموا ليل نهار باش يجيبوا الاستثمار لهالمناطق الفقيره اللي مطيشه المنسيه، وهذه من المناطق اللي باش تاخذ حظ، لكن راهو ياخذ شويه وقت، راهو غدوه باش تقول لي حط لي سيد الرئيس. نحن صبرنا 50 سنه ما زلنا نصبر وما دام حتى مشكل المهم تتلفتونا. هاو شو نقول لك؟ احنا تولينا في الحكومه 60 يوم، من 60 يوم واحنا نجريوا ليل نهار باش نجيبوا الاستثمارات. انا كنت في الجزائر، كنت اكل مرة في سفر وعملنا اتفاقيات مع اخوتنا الجزائريين باش نعملوا الربط بربط السكك الحديدية، باش نعملوا الربط بالكهرباء، باش نعملوا ننميوا هالحدود هذه كلها، قاعدين نخدموا على برامج، لكن هذا ياخذ وقت. راكم انتم تهمشتوا 50 سنة وهالفقر هذا كله نتاع 50 سنة، توا احنا باش نجموا نحطوا هالمكيدة باش نبداو نشوفوا المشاريع ونجيبوا المستثمرين ويجيوا ويحطوا ويحلوا الشبكة، راهو ياخذ وقت. راهو هذا هو، لكن صدقوني المره هذه راهو اللي يحكموا فيها البلاد من اولاد الشعب، ولادكم خدامين نتاعكم ماهمش يسرقوا في الفلوس نتاع الشعب ويخدموا ليلا نهارا باش يجيبوا الاستثمارات وباش يحطوا اما راهو ما ثم حتى شيء يتعمل بسرعه. قداش تقول لي قداش؟ ما نعرفش، 6 اشهر عام ما نعرفش، لكن الشيء اللي هالمنطقه هذه باش تتحط على السكه، فهمني؟ نحاسبوا بعضنا نحاسبوا بعضنا، لا تحاسبني بالنهار ولا بالاسبوع ولا بالشهر، تحاسبني هذه 50 سنه المنطقه هذه تنسات وتهمشت. راهو باش نعطيك معلومه. تو مثلا نحبوا نعملوا مصنع في بلاصه من البلايص، عندنا الفلوس، الفلوس موجوده نتاع المصنع، لكن ما يلزمك تعمل الامور الاداريه والدراسه، ومن بعدك يلزمك تجيب التمويل، ومن بعدك يلزمك تبني هالمصنع. قداش حبيت لك عام عامين باش يبدا باش الناس تخدم في البلاصه؟ حتى الوقت تبدا تبنوا لنا احنا نعاونوك. هذا كونوا على تم الثقه اللي احنا تو البرامج كل قاعدين نحطوا فيها في الاماكن اللي فهمني. دونك انا الشيء اللي نوعدكم اللي باش نكذب عليكم ونقول لكم تو غدوه باش تدير لنا جنة، راه ما ثمش حتى رئيس الجمهوريه راه ما عنده تعرف اسكو تفهموا حاجه. تو نحدد فيكم كمواطنين، رانا مثلا عندنا السنه هذه 6 مليار دينار لازمنا نوزعوها على البلاد التونسيه الكل، البلاد كلها في حاجه، البلاد كلها خربانه، لكن هنا باش نعطيو اولويه البلاد باش تمتاز وشنو الحاجه اللي تصلح فيها. تو نحن اذا كان عندنا خفاف قادرين مثلا نزيدوا نعملوا معمل اخر نتاع خفاف، اذا كان عندنا دخان يتعمل لهنا قادرين نعملوا معمل، علاش ما نمشي القروان ونحن اشهر بلاصه تنزل الدخان؟ ثم مشاريع خاصه بالمنطقه وثم تجهيزات ثم طرقات. احنا تو هذه السنه هذه المصيبه هذه مش باش تعاود العام الجاي، لان باش نحلوا الطرقات وباش نفتحوا يعني ثم فلوس اعتمادات للطرقات تجهيزات البنيه يعني التحتيه، هذا كل باش نحطوه. البلاد باش تحط على السكه، البلاد باش تحط على السكه، هذا اش حبيت نقوله لكم. توا راهو ثم امل، قبل ما كانش ثم امل، توا راهو ثم امل. نحن نخدموا ونتعبوا عليه هنا، نزرعوا تعرف وك تعرف الفلاحه تعب تعب مونيبول الدخان هذا شو يعملوا؟ نحن نخدموه هم يهزوا يستنفعوا به في القروين. لا هذا معاش الخفيف، هذا معاش. نحن نخدموه هنا، شوف الشر شوف الشر. حاجه اخرى سيد الرئيس، تما برشا عباد ما عادش تحب تنتج الدخان على خاطر اسعاره بسيطه، اسعاره بسيطه ونتعبوا معناها من غير ما نصوروا حتى شيء. تو انا نوعدكم بحاجه انه يعني كل شيء باش تحط على السكه في البلاد وفي كل في المنطقه. لكن سيد الرئيس الكلمتين اللي جيت عليه مرحبا بك، الكلمتين احنا صابرين مع البلاد ونعرف الاقتصاد التونسي ونعرف كذا. نعم. اما ثم حالات وتنصبروا معاك. اي. نصبروا معاك فعلا. اي. اما ثم حالات اظنهم اللي تلفت لهم معناتها ما عندوش حشاليل. مو غدوه، مو غدوه، هذا مو غدوه. لازم تشتتوا باولادهم يقروا. انا باش نخلي ايكيب هنا. انا كلمتين اظن بالنسبه لي. باش نخلي ايكيب هنا باش يشوفوا الحالات هذه، وهذوكم باش نعاونوهم بسرعه. لكن الخدمه. ولا تتكلم على دار بتاع الزيتون. ولا تسمي. تجهيزات الخدمه. تو شو دار بس. تكلم هم يحوزوا في بيت. تكلم هم يحوزوا في بيت. خلي سيدي هنا ولادي بتفتح الزيتون. اي. دار مشت. قالوا لي تمشي للي سي عندي زوج باقرات سيدي الرئيس، نخليهم يديروا لي تسوق واسع الناس الكل كبير تهزوا لي اسمعوا الناس الكل اسهل سيدي الرئيس. سيدي الرئيس نحن نمشي قايد السلام عليكم. بارك الله فيك سيدي الرئيس عزيز. مرحبا بك سيدي الرئيس.
السلام عليكم. السلام عليكم. يعيشكم يعيشكم. يعيشكم. السلام عليكم. بس ادخل، خلينا ندخل بعدين. غبر عبينا ولا؟ أنا سمعت بالقصة بتاعك البارح، حبيت إني أعرف شو. نعم. أمريض. من وقتاش مريض؟ لا قديم شوي. يعني بعيم حتى. فلولك العملية وقتها؟ زي ما تعمل العملية خفت مني. علاش؟ خفت خفت قلت له لا ما تخافش. عندي حاجك وعندي اوراق، انا عندي كل شيء. عندك كل شيء؟ اي عندي كل شيء. وشنو الموضوع؟ علاش ما نجمش تعمل العمليه ولا ما انت خفت؟ خفت اصلا. انت خفت منها؟ خفت منها. أي. عن الموت اللي قبل. اي وتو باش تعملها ولا ماكش تعملها؟ ما نجم. كيفاش لا ما نجمش. معناها عندك اوراق يعملوها لك؟ اي عندي اوراق. اي عندي اوراق. تو يعني الناس كلها مستعده باش تعاونك وانت ما تحبش تعاون نفسك؟ لا نعاون روحي. والله كيفاش نعاون روحي؟ ما ماذا بيا؟ مالك كيفاش ماذا بيا؟ قال نعمل اسكانيه قبل. والله حشيك نعملوها. خفت طبوا عليه فلوس قلت ما نجمش. لا الفلوس هذيك تو نحكي لك. ما نجم يهني خويا. ما نجم. الفلوس نتكفلوا بها. اي يهني يهنيكم. اما يسمك تعمل ترد بالك على صحتك. تعملها العمليه. انا ضيعت حاجه. يهنيك. كان الطب نصحوك. هاي واش قلنا؟ معايا رب شوي. ان شاء الله. معايا ان شاء الله يهني خويا. وشنو هذه الحاله؟ هذه تدوق عليك الفرن. شوف قداش مشق وراك. ما ثم شيء. كيب الريحه نخيفنا. توكل وربي. يعني. وش خدمت انت؟ شو ما خدمت شيء؟ عمرك ما خدمت؟ ما خدمت شيء. حاضرك والنفخ ومجيت لهنا قاعد ما نجمش. عندك عندي تاخذ المنحة؟ لا 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 ما خدمتش. فلوس عمر ما عندي فلوس ولا خوف ما عندي لا خوف ادو فلوس اللي تطلب علي طلبوا علي قلت ما عنديش وزدت خوف ما طلبوا ما يقدر السيد الرئيس الفلوس مش مشكل مش تكلم السيد الرئيس هو تو وين المراه تحب ترد ولا شنو هي قالت لي تحب ما تفور تفور هذه مش جابت الدباشه هاي خشات وهاك وهذا فهمتي احنا بيدو ما نكتبش على خايف منها عطي حان خايف منها هذه صابت تو ما عندهاش حد شهر لاباس علاش راهو ميزيري برشا حالة تعبة عسلامة ها؟ تعبة ياسر من الثلج ولا من هالميزيري نتاع لاباس ما تصديش سلام كل شوية إن شاء الله إن شاء الله بشوية بشوية كل عام يوم يحكي لك ان شاء الله.